بسم الله الرحمن الرحيم. انا دكتوره رشا صبح، استشاري السكر والغدد بالقصر العيني. كل سنه وانتم طيبين علشان رمضان قرب. كلامي النهارده موجه لكل مريض سكر. من فضلكم، انتوا عارفين كويس قوي ان احنا قبل رمضان بشهر لازم نروح للدكتور بتاعنا علشان نظبط العلاج وبما يتوافق مع الحاله الصحيه بتاعتنا، وايه اللي ينفع نكمل عليه وايه اللي نوقفه. كمان لازم نعرف ان الصيام فرض علينا كلنا، لكن زي ما هو فرض كمان الرخصه اللي ربنا اداها لنا عشان نفطر لازم نتخذها، لان ربنا هيحب كده. عايزه اتكلم في حاجه صغننه خالص وانصحكم بيها، وهي ان مريض السكر دمه مسكر. يعني ايه دمه مسكر؟ يعني مش محتاج حلويات علشان يملى دمه بالسكر. فخلي بالنا من الحلويات، يعني لو حبينا ناكل اي حلويات ممكن ناخد بس حته صغيره ندوقها. وكمان نخلي بالنا كويس قوي من المشروبات اللي فيها سكر كتير في رمضان، وبالذات ان في ناس كتير بتحب تفطر بيها. يفضل طبعا نفطر بكوبايه ميه او كوبايتين، ونوفر العصير ده بعد الفطار ناخد منه بق او اتنين. مش عايزه احرمكم من حاجه، ممكن نشرب العصير دوت لو حاطين عليه السكر الدايت. من فضلكم اشربوا ميه كتير ما بين الفطار والسحور، من 8 كوبايات الى 10 كوبايات، عشان نعوض الفتره الطويله اللي بنصومها في النهار وبالذات في الايام الحر. خلوا بالكم من صحتكم، وكل سنه وانتم طيبين. شكرا لكم.